وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المحامي والمستشار القانوني الأستاذ فريد غازي. أستاذ فريد، بعد التحية، قطر ارتكبت انتهاكات عديدة وجسيمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحقوق العمال فيها، كما طالت هذه الانتهاكات الصيادين البحرينيين. ما هي قراءتك القانونية تجاه تلك الممارسات التي يقوم بها النظام القطري تجاه الصياد البحريني؟ مساء الخير. للأسف الشديد بأن هذه الانتهاكات للمياه الإقليمية البحرينية وصلت إلى يعني الاعتداء على الصيادين، وهم في المياه الإقليمية البحرينية وليست في المياه القطرية، وهذه سابقة خطيرة جدا. لا بد العمل على حل هذه المشكلة من خلال المنظومة الخليجية لدول مجلس التعاون الخليجي، لأن لا يقبل اليوم، فلنفترض بأن هنالك المئات من الصيادين، إذا قلنا واحد من الصيادين قد تجاوز إلى الحدود القطرية، ليس من المعقول أن يتفق كل هؤلاء الصيادين في بنظام الجي بي اس بأنهم في حدود المياه الإقليمية لمملكة البحرين يتم التعرض لهم من قبل الزوارق القطرية. إذا ما صدقنا واحد أو اثنين أو ثلاثة، هل يعقل أنهم يجمعون جميعا على أن الجي بي اس يشير إلى الحدود البحرينية وتدخل الزوارق القطرية لهم في الحدود؟ إذا أحد الصيادين قد وصل إلى القطرية، أيضا هنالك إجراءات قانونية يجب أن تراعى وتطبق، لا أن يطبق بالرمي بالرصاص. حتى أن استشهد أحد البحارة في 2009 وأحد البحارة أصيب في ظهره، ويعني عملية إطلاق الرصاص وهم يعلمون بأنهم يعني بحارة من البحرين، من مملكة البحرين، فبالتالي هذا أمر غير مقبول من قبل الجيران بين دول مجلس التعاون وخصوصا الأخوة في قطر. يعني هذا الانتهاك للمياه الإقليمية البحرينية أولا، وبعدين استخدام يعني سلاح يفوق عملية الإيقاف، حتى مسألة التحذير، لا يوجد تحذير للصيادين وإنما إطلاق نار مباشر عليهم. يعني للأسف يعني كل الصيادين واجهوا نفس المصير عندما يذهبون للاسترزاق من البحر، وقطر تعلم بأن هنالك شريحة كبيرة في مملكة البحرين تعتمد على الصيد من الصيادين، فبالتالي هذه ونحن أخوة في منطقة خليج واحد وتجمعنا مشتركات عديدة، فبالتالي هذا الأسلوب والتصرف غير مقبول حقيقة، بل إنه غير مفهوم من التصرف رجال الأمن في الشقيقة قطر حقيقة. نعم، المحامي والمستشار القانوني الأستاذ فريد غازي، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.